وللحديث أكثر عن القوات الأمريكية على إيران ودخول ألمانيا على الخط بعد كشفها عن برنامج تطوير إيران أسلحتها وقدراتها العسكرية، معنا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم، حياكم الله. إذا الممثل الأمريكي الخاص بإيران براين هوك في تصريح له قال إن حظر الأسلحة على إيران يجب أن يكون لأجل غير مسمى. إلى أي مدى إذا تأثرت إيران من عقوبات حظر هذه الحظر الممتدة في السنوات الماضية؟ حقيقة النظام الإيراني يعاني منذ 2007 حتى اليوم لمدة 13 عاما من حظر الأسلحة بجميع أشكالها، يعني من الأسلحة الدمار الشامل إلى الصواريخ البالستية وأنظمة تطوير تلك الصواريخ إلى جميع التكنولوجيا المتخصصة في الأسلحة الحديثة في العالم. بالتالي النظام الإيراني وبطبيعة الحال بعدما يعني أخصمت كاهله العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية حتى في العالم لا سيما من قبل الولايات المتحدة، اليوم بحالة يوثى له، لذلك بدأ يقلص تعاونه مع وكالة الطاقة الذرية، بدأ يقلص تعاونه مع الأوروبيين في جانب الاتفاق النووي. لذلك اليوم النظام الإيراني يرى هذه الخطوة هي استفزازا له و يعني استدراجه باتخاذ اجراءات سلبيه تجاهه، لان النظام الإيراني كانت بينه وبين الاوروبيين اتفاقيات بان بعدما يحصل الاتفاق النووي سيكون هنالك يعني ايادي مفتوحه وطرق مفتوحه للنظام الإيراني يستطيع خلال اليات متفقه ان يصل الى الانظمه الدفاعيه وانظمه يعني هجوميه ان صح التعبير في من قبل يعني على سبيل المثال الصواريخ واجهزه ليقوي وليعزز طاقاته الدفاعيه كما يزعمون النظام الإيراني. ولكن بخصوص العقوبات، هناك من يرى ان ايران يعني لم تتاثر كثيرا بهذه العقوبات بما ينبغي، لا تزال ايران مثلا تمول اذرعها في المنطقه في الاقليم وتمدهم بالسلاح وما الى ذلك. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح تماما. اليوم النظام الإيراني أضعف اقتصاديا في التاريخ، يعني هنالك عدد كبير من القنوات العربية وغير العربية التي كان النظام الإيراني يدعمها اليوم هي عاطلة عن العمل بسبب السوء الإدارة وبسبب الضعف الاقتصادي وعدم وجود دعم مالي حقيقي من قبل النظام الإيراني الذي كان يدعم تلك القنوات الإعلامية والذي كان يعني يعول عليها في استيلائه على منطقة الشرق الأوسط. هنالك ضعف حقيقي في الدعم لسوريا، ضعف حقيقي في الدعم للأذرع الإيرانية في اليمن لا سيما الحوثيين أقصد. بذلك النظام الإيراني واليوم هو ضعيف جدا جدا، وحتى هنالك يعني بعد ما دخلت أوروبا على الخط وتحييد دور حزب الله يعني الذراع العسكري الإيراني في لبنان وفي العالم حتى، اليوم النظام الإيراني بدأت النتائج تكون ضده تماما، لأن ألمانيا حظرت نشاطات الإيرانيين، فرنسا حظرت نشاطات المنظمات الشيعية، النمسا مؤخرا حظرت يعني نشاطات حزب الله. بالتالي هذه الأمور هي تعطي مؤشر حقيقي على ضعف إيران وعلى يعني إيجابية العقوبات الدولية على إيران. وزير الخارجية الأمريكي سي طارق مايك بومبيو استنكر منع إيران مفتشين أمميين من الوصول إلى موقعين نوويين، يعني ما الذي تخفيه إيران لكي تصر على هذه الأفعال؟ اولا هنالك اشتباه في تجارب نوويه ايرانيه داخل منشاتين نوويتين لم تصل اليها مؤسسه الطاقه الذريه. بالتالي النظام الايراني وبعدما قلص يعني تعهداته للوكاله الذريه قام بتخصيب ثمن اضعاف مما متفق عليه بينه وبين وكاله الطاقه الذريه. بالتالي وهذه المماطله والمراوغه الايرانيه لا سيما اخفاء حقائق عن منظمه الطاقه الذريه ومنع مفتشي تلك المنظمه الى الوصول الى هذه المناطق وهذه المنشات يعطي مؤشر حقيقي على اخفاء ايران شيئا من المجتمع الدولي. بالتالي مايك بومبيو وهو يراقب بكثب كل التحركات التي تقوم بها منظمه الطاقه الذريه في ايران عن كثب عن قرب، يعي بذلك ان النظام الايراني يسعى للوصول الى شيء حقيقي والى شيء خطير جدا جدا، بالتالي يحذر من الان حتى في المستقبل يكون اكثر حزمه واكثر حساسيه من قبل المؤسسه الدوليه والمجتمع الدولي تجاه اليات تضغط على ايران وتجاه
يعني اتجاه الوصول الى دور اقوى من قبل المنظمه الطاقه الذريه، وهنالك يعني يبحث عن تعاون بين المجتمع الدولي لا سيما منظمه الامم المتحده ومؤسسه الطاقه الذريه حتى يستطيعوا ان يدعوا ايان ويعني يجلبوا ايان الى الاتفاق النووي المنعقد 2015. إذن خلاصة القول، يعني هل يمكننا أن نقول أن النظام الإيراني بات في طور الترنح أو التهاوي مع هذا التضييق الاقتصادي والعسكري، وأيضا داخليا التظاهرات الرافضة لأذرع إيران في المنطقة وخصوصا العراق ولبنان؟ أساسا هنالك طبخة كبيرة تطبخ لإيان الآن، فإذا قارنا وأخذنا الأمور بتسلسل نرى أن الولايات المتحدة وحتى المجتمع الدولي لا سيما القوى الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة والضوء أخضر روسي بدأوا بضعف إيان، بضعف وجود إيان في سوريا، بدأوا بتقليص دور إيان السياسي والعسكري في العراق لا سيما بعد مقتل سليماني، بدأوا بتحييد وتحجيم دور إيان في اليمن بعد السماح للمملكة العربية السعودية وحلفائها بالقيام بعمليات عسكرية وتضعيف دور الحوثيين في اليمن. أيضا من الجانب الآخر والداخلي اليوم النظام الإيراني يواجه تحدي كبير من قبل الشعوب في إيران، فالمظاهرات لم تخمد ولم تسكت لحظة واحدة، تسكت هنا وتخرج من منطقة وإقليم آخر في إيران، بالتالي العقوبات الاقتصادية تضرب بإيران وبهذه الجغرافية الكبيرة ذات عدد كبير من النسمة وذات عدد كبير من الجمعية لا سيما 90 مليون، فهذا الكم الهائل من المواطنين يحتاج خدمات، تحتاج رعاية صحية ورعاية اجتماعية وخدمات أخرى، والنظام الإيراني عاجز عن تقديم أي مساعدات وأي خدمات مدنية على أبسط المعايير الدولية. بالتالي هذا الشيء يدل على شيء، إنما يدل على ضعف إيان الداخلي والخارجي وتحييد وتحجيم دور إيان إقليميا. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من أوسلو، الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية سيد طارق جاسم.